عملية تجميلية بنتائج مثالية رغم انعدام التدخلات الجراحية. ونواصل مع التطورات والثورات الطبية، ولكن في ميدان التجميل هذه المرة من خلال الحوار اللي بيجمعنا بالدكتورة عبير عيسى الكبيسي، استشارية جراحة التجميل والترميم. كيف الصحة دكتورة؟ الحمد لله بخير. يعني اليوم احنا سعيدين بوجودك معنا دكتورة، وموضوعنا ايضا موضوع شيق شائك، وايضا في عليه طلب كبير اللي هي العمليات التجميلية، عمليات التجميل بشكل عام. بس في فقرتنا وياك دكتورة نبغى نتكلم عن الجديد فيها والعمليات التي لا تتطلب جراحة ايضا. فاذا تكلمنا عن هذه النوع من العمليات، هل ممكن نقول حق عمليات التجميل التقليدية مع السلامة وما بنحتاجها، ولا في حاجة ايضا الى الرجوع في عمليات الكبيرة؟ شوفي، اذا في ما في مجال نقول لها مع السلامه، لان في ذي الحاله انا راح اكون مع السلامه لا اليوم اكيد بطلع. احنا في حاجه لكم. اي فلا، هو الجراحه اعتقد لابد منها في كل الحالات، بس في كل حاله عندنا الصلاحيه ان نختار ما بين المشرط او الابره او الجهاز. اعتقد الحكم يكون اثناء مراجعه الطبيب المريض للطبيب. إذا الجراحة صارت شوي أقل لأن التقنية زادت، صحيح. التكنولوجي صارت أفضل هالأيام. صحيح. وعادة الطلب من المريض أو المراجع يلجؤون إلى الإبر أكثر من المشرط في هذه الأمور. ممكن هي تتمنى. نعم. ليش؟ لأنه في شيئين يخوفونها أو يخوفونه، هو الجرح والتخدير. التخدير. صحيح. فإذا يسألون إذا في مجال أنه ممكن تكون من غير جراحة، من غير تخدير، من غير جرح، هنا عادي يصير الجواب يعتمد على الحالة. بالضبط. ونتكلم الحين عن هذه البروسيجرز الجديدة. هي مو بجديدة بس هي شائعة، اللي هي التكسس دكتورة. يعني أسمع عنها وايد، وفي الكثير من النساء يطلبونها. نتكلم عنها. صحيح، في نساء بمختلف الأعمار يطلبونها. موضوع تقنية تكسس هي مسمى بس غير علمي ابدا. ليش اسمها تكسس؟ سموها تكسس، هي نوع من انواع الماركتينج، انه يعني لما تقال تكسس يمكن في بعض الاطباء حتى ما يعرفون ايش معنى تكسس، يعني ايش تعني. في حين مثلا وقلتي نفرتيتي اسهل، لانه نفرتيتي هي بالضبط شكل نفرتيتي. نعم. بس هي طبعا تتكلم عن دبل تشن، وانما تكسس انا اتوقع لانها طالعه من هذيك المنطقه، او صار عندهم اكثر من سيلبرتي تتميز بهذه التقاطيع في اسفل الوجه. هي ببساطه تقسيم الوجه بطريقة واضحة وبزوايا مرسومة، تبدأ من الذقن تنتهي بالجولاين اللي هو خط الفك. انزل دكتورة عبير، يعني الحين عندنا تكسس مطلوب أكثر من النساء ولا الرجال؟ النساء. النساء لأنه أكثر. نسبة النساء أكثر. نعم، بس هذا ما يعني أن الرجال ما يطلبونه. أبدا يطلبونها، وأحس هم أكثر يحتاجونها. يعني ويبين أكثر على الرجل في اعتقادي من المرأة، لأن دائما هذه المنطقة بالضبط. إذا نتكلم عنها بتفصيل أكبر دكتورة، كيف تجرى هذه التقنية أو هذه العملية البسيطة جدا؟ هي عملية بسيطة جدا مثل ما قلتي، تصير بالعيادة نفسها، ما تحتاج تخدير ولا غيره، وإنما تحتاج عناية وتعقيم واهتمام ومواد محسوبة ومدروسة لهذه المنطقة. إذا مش أي نوع من أنواع الفيلر تتحط في هذه المنطقة. ليش؟ لأنه هذه المنطقة عبارة عن منطقة مكونة من العظمة. فلما أنا أي أحط فيها فيلر لازم يكون الفيلر يناسب نوعية العظمة. طبعا صحيح. أكيد ما يكون صلب مثل العظمة، بس يكون بالصلابة معينة بحيث أنه يعطي الشكل والاستمرارية. نعم. هي عبارة عن إبر دكتورة تحقنونها في هذه المنطقة؟ هي إبر، هي مادة الهايلورونيك أسيد، ومادة الهايلورونيك أسيد في هذه المنطقة تكون أصلب من أي منطقة أخرى في الجسم في الوجه. النقطة الأخرى في هذا الموضوع أنه لازم ندرس تقسيمات الوجه حق هذه الشخص، وكانت امرأة أو رجل، ونشوف أي قد المادة لازم تنحط. صحيح. بالمليلتر. هذا السؤال دائما يتبادر إلى الذهن دكتورة، إن كيف، شو المعايير؟ هل هي تعتمد على الطبيب، نظرة الطبيب؟ اعتقد المفروض، لانه هو عموما المريضه بتكون عارفه ايش تبي طبعا، بس القرار الاخير اتوقع لازم يكون لنا احنا. هذا المفروض. المفروض. نعم. ويكون القرار لنا، لانه احنا دارسين هذا الشيء. صحيح. فبناء على دراسات، بناء على قياسات،
من شوي تكلمنا عن ايش هي المقاسات اللي ناخذها. ترى باي ذا واي المقاسات بالسنتي محسوبه في وجه الانسان. فلما نقول عن انسانه او انسان وجههم وجه جميل ترى قياسا بارقام معينه. مثل ما قلت لك انا كنت في اجتماع في السويد، انا اعتبر انترناشنال سبيكر في هذه المواضيع، فكان النقاش عن سن القانون وتكوين الكتاب اللي كل الاطباء الاخرين راح يمشون على قوانيننا اللي احنا حطيناها من ضمنها مقاييس. بالفعل من ضمنها اداه تستخدم من اختراع احد الاطباء اللي كان معانا، هو الطبيب فرنسي اخترع هذه الاداه بحيث انه نحسب السنتيمترات اللي لازم تكون ما بين العينين، قياس العين الواحدة، قياس عرض الأنف، قياس الذقن والخد. وبعدين لما نحسب ونشوف إنه في فرق بسيط، هذا الفرق البسيط هو اللي نعوضه بالفيلر. وإذا كانت قياساتك صح، إذا أقول أنت وجه جميل ما تحتاجين مني أي شيء. 100% هذا بالنسبة حق التكسس. في أيضا بروسيجر جديدة دكتورة اللي هي تجميل الأنف بدون اللجوء إلى عمليات الأنف. هاي نسميها بالطب medical rhinoplasty، يعني ما بنعمل نوز جوب بالجراحة، ما نحتاج مشرط، ما نحتاج تخدير، ما نحتاج جرح. بس للأسف ما تطبق على كل الأنوف، يعني في أنف لما تجي المريضة سمعت عنها التقنية وتسألني ممكن أعملها، أقول للأسف لا من أول نظرة. ليش دكتورة شو هي المقاييس؟ لأنه أحيانا إذا المشكلة في حجم العظمة أو في حجم الغضروف اللي هو في أسفل الأنف ما في شيء يذوبهم، إذا لازم نصغرهم عن طريق تدخل جراحي. فالأحسن نقول لا، لأنه إذا قلنا أوكي وضفنا فيلر خربنا الأنف وكبرناه بالأحرى بدل ما نصغره. لو في أشخاص آخرين محظوظين لحد ما أنه يحتاجون شغل بسيط على التب طرف الأنف، أرنبة الأنف نسميه الأرنبة، أو شوية للعظمة، فتعطي ما يسمى اللي احنا نعرف النسوان الكونتور اللي نسويه بالمكياج. صحيح. فتصير المريضة كونتورد من غير مكياج. بالضبط، هذا يريحها. يريحها بعدين عمل الآن في إيدي ياخذ 5 دقائق بالكثير 10 دقائق. صحيح صحيح. ومدتها تكون دكتورة ما بين 9 شهور إلى سنة؟ تقريبا إلى سنة. لاحظ بعض المرضى يظل معهم حتى سنتين، والسبب هو أنه الأنف ما راح يتحرك، ما راح يتغير، فما بيذوب الفيلر فيه. بالضبط. ولكن الأشخاص اللي تكون عندهم مشكلة أكبر في الأنف مثل ما ذكرتي دكتورة يتجهون إلى الجراحة. إذن ها بالنسبة حق الفيلر حق الأنف، أيضا نتكلم عن نوع جديد من شفط الدهون تكلمنا فيه تحت الهواء معك دكتورة، نتكلم عنه أكثر. ويمكن بشرة سارة للرجال والنساء. صح. هذا الخبر بالفعل بشرة سارة. أنا كثير متحمسة، طبعا أنا متحمسة مدة آخر 5 سنين، بس إنه دائما في حماس. بزيادة الحين. دائما في حماس، لأن هو عموما الشفط الدهون مش جديد. أكيد. بس التقنيات قاعدة تتغير يوم عن يوم. فباختصار التقنيات الأخيرة هي الفيزر والليزر. ناو الفيزر هو ألتراساوند وجهاز جدا رائع، أنا ما أستخدمه مش لأنه ضده، وإنما أنا تعودت على الليزر. ناو استخدام الجهاز الآخر هو يساعدنا إن إحنا نسوي الشفط بالأحرى ما بين قوسين النحت. أنا يعني ما أحب أسوي لي أشخاص يعني فيهم من نوع من السمنة اللي لازم أضعفهم، عشان استمتع جدا لو أسوي لي جسم شوية صغير. كونتور حق الجسم. exactly. so الجهاز بيساعدنا إن إحنا نتخلص من الدهون الزائدة تحت تخدير موضعي، فتحتين صغار خلال ساعة لربع إلى ساعة، والمريض أو المريضة في نفس اللحظة يلبس ثيابه ويرجع البيت. وما في حاجة يلبس مشد دكتورة؟ إلا يلبس مشد تقريبا نخليه 2 أسبوع بس يساعد على التشكيل، وإنما غير يعني ضروري جدا يحطه، بس إنه هو بيفيد. يعني لأنه طلع اللي هو اللانش بريك فيشل، لانش بريك فيس ليفت، الحين لانش بريك لايف وسكشن. يعني صح بالنسبة لي لانش بريك. نعم. للمريض او المريضه، ونقدر نستخدمه على جميع اجزاء الجسم من الذقن اول ذا واي للساق. نتكلم ايضا الحين عن بروسيجر جديده ايضا في عمليه قديمه موجوده من زمان، ولكن مثل ما قلتي دكتوره دائما التقنيات في تطور. نعم. اللي هو تكبير الثدي. نتكلم عنه، شو الجديد فيه؟ اوكي، بالنسبه لعمليه تكبير الثدي هي من العمليات الشائعه عندي بالعياده. أعتقد بحكم أني امرأة والنساء كثير تطلبها، فيمكن عشان تلي عندي مرضى كثير. أسوي دي العمليات تقريبا 15 حالة في الشهر، وهذا عدد كبير بالنسبة للآخرين. حتى في هذا الموضوع في تقنيات حديثة. في الحشوة نفسها أحيانا تخلينا نخاف من إيش هي ممكن تكون المضاعفات. في مضاعفات معروفة ومدروسة اللي هي تكون القشرة حوالين الحشوة،
الجسم نفسه ممكن يرفض الحشوة بطريقة أو بأخرى، بس طبعا ما يقدر يرفضها إلى الخارج، فتصير التهابات، نخاف من الالتهابات اللي بتصير بعدين. الحين في تقنية حديثة وهي نوع الحشوة بدأ يتغير، في حشوات فيها تشب نقدر عن طريق هذه الجب شريحة نقدر نقرأ فيها معلومات عن الحشوة وليس المريضة. طبعا الحشوة إيش حجمها، متى تم تصنيعها، وكل ما فيها. الجانب الآخر هو مرونة هذه الحشوة. لو كل حشوة تنحط في الثدي ترى تأخذ لها شكل واحد وثابت مهما بالضبط مهما تغير وضعية جسم المرأة. هذا النوع بالعكس فيه مبدأ الحركة والانسيابية مع الجاذبية الأرضية وحركة المرأة، إذا هي واقفة شكل مختلف، إذا هي نايمة شكل مختلف، إذا هي على اليمين غير على اليسار، وحتى مع الحركة. وهذه اللي تصبو لها أي مرأة تبي تحس أنه فيها في جسمها جزء لا يتجزأ من جسمها. آخر شيء بخصوص هذه النوع من الحشوات، في لها ضمان من خلال مؤسسات عالمية، انه لو في يوم من الايام المريضة قالت انا تضررت من هذه الحشوة يتم تعويضها، بس لانهم واثقين انه ما راح تتضرر المريضة فحطوا هذا النوع من الضم. انزل دكتورة اخر شيء نبغى نتكلم، يمكن امس قريت احصائية عن عمليات التجميل، واللي خذت المركز الاول في الطلب هي كانت البوتوكس، ابر البوتوكس. فنتكلم عن البوتوكس سوقه بعده، يعني مثل ما هو يمكن ما في شيء طغى عليه لأنه بسيط، الرجال والنساء يلجؤون له، النتيجة فورية تشوفين التغيير. نتكلم عن البوتوكس، هل في شيء جديد فيه؟ هل في استخداماته زادت؟ متوسط الأعمار اللي بدأت تطلب البوتوكس؟ البوتوكس أولا ما هو بوتوكس؟ بوتولينيوم توكسن، إذا هو سم، وهذا السم يستخلص من نوع معين من البكتيريا، وهذه البكتيريا يعني هذا السم مش مضر للإنسان طالما يستخدم بطريقة صح. يتم خلطه بسوائل بحيث انه يتم حقنه في العضل، البوتوكس شغله بس على العضل. اذا لما تقول واحده بوتوكس في شفايف غلط، لانه البوتوكس فقط للعضل يشل الحركه، سو احنا نبيه بالفعل يشل الحركه في بعض الاماكن علشان يودي التجاعيد، والتجاعيد راح تكون التجاعيد التعبيريه، يعني لما نرفع الحاجب او نعبس في حركه معينه تصير وتترك مكانها خطوط في الجلد. فهو مثل ما قلتي يعني سريع ومفعوله حلو، بس لازم يستخدم بالطريقه والتركيز الصح في العضله الصح، لانه في منه مشاكل بعد. لو نحط بكثره حوالين الحاجب ممكن الحاجب ينزل، ونزول الحاجب والتشوه اللي بيصير في المراه او الرجل بيتم فتره طويله يعني صحيح شهور صحيح. فالمفترض ان احنا نكون جدا حذرين معه في التعامل معه. وطلع في مصطلح جديد دكتوره اللي هو البوتوكس الوقائي، يعني حتى تي يعني شاب او شابه ما عندهم هذه الخطوط التعبيرية أو التجاعيد، ولكن يقولون عسب ما يطلع لنا خطوط خلنا نحط البوتوكس فيه. هل أنتم مؤيدين للوقاية؟ بصراحة البوتوكس ما نعتبره وقائي. ليش؟ لأنه البوتوكس بيشل العضلة في وضع لحظي، يعني في 4 شهور 5 شهور بالكثير 6 شهور بعدين ترجع العضلة تشتغل. يعني يمكن أوكي يحسن من مظهر الجلد بس ما راح يكون وقائي. On the other hand في الحالة الثانية الفيلر يعتبر وقائي، لأنه الفيلر مادة هايلورونيك أسيد موجودة أصلا في جلدنا، فلما نكبر نبدأ نفقد الهايلورونيك أسيد بكثرة موجود في الطفل، عشان كذا الأطفال عندهم بيبي فيس. فلما أنا أحط لك مثلا هايلورونيك أسيد اليوم ترجعين بعد سنة تحتاجين أقل، لأن أنت again استفزيتي الجلد وخليتي يكون كولاجين. فبالفعل نصيحتي لكل واحدة تسمعنا اليوم أنه الفيلر طبعا إذا استخدم في الطريقة من المكان الصح بالطريقة الصح والمادة الصح راح يعطيها وقاية. يعطيها وقاية. مع هذه النصيحة دكتورة نختم معاك، نتمنى لك التوفيق أكيد. شكرا في كل ما يتعلق بالتجميل والجمال. شكرا جزيلا على استضافتكم، شرفتينا وسانس.